أعلنت وزارة الداخلية أن المراكز الستة الجديدة لتوزيع الجوازات الإلكترونية ستبدأ عملها غدا الأحد على فترتين صباحية ومسائية، لتضاف إلى المراكز الموجودة في كافة محافظات البلاد ليصبح عددها 12 مركزا. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن مراكز الخدمة مستمرة في استقبال طلبات التجديد وتسليم الجوازات الإلكترونية الجديدة على 3 فترات يوميا دون توقف، من الأحد إلى الخميس من 8 صباحا حتى 11 مساء. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد يوسف السنين، مدير عام الجنسية ووثائق السفر. أهلا بك سعادة العميد. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. بداية، كيف تمضي الاستعدادات داخل المراكز الجديدة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، فضل احنا خلصنا من المراكز، جهزناها من يوم الأربعاء اللي طاف، والآن إن شاء الله من بكرة إن شاء الله بناء على تعليمات سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والحقيقة وسعادة الفريق عصام النهام وفي وزارة الداخلية، إن شاء الله بكرة راح تعمل المراكز يوم الأحد تاريخ 15/7 على فترتين صباحية ومسائية، من صباحية من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2 الظهر، ومن الساعة 4 العصر حتى الساعة 9 مساء. هذه المراكز بس فقط لتوزيع الجوازات، لتسليم الجوازات فقط، يعني ما فيها تقديم. هذه طبعا تضاف الى 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 6 مراكز اللي هي موجودة بالفعل، فيصبح عدد المراكز 12 مركز، وهم على النحو التالي: في المحافظات الست عندنا محافظة العاصمة، منطقة الشامية، مدرسة الجزائر الثانوية للبنات، عندنا محافظة حولي في أرض المعارض صالة رقم 8، في محافظة الفروانية منطقة أشبيلية مدرسة عامر ابن ربيعة، في منطقة الجهرة مدينة سعد العبدالله روضة الغصون، في محافظة الأحمدي منطقة فهد الأحمد مدرسة بلاط الشهداء، في محافظة مبارك الكبير منطقة العدان مدرسة الملا سعود الصقر. وان شاء الله يعني انا بس احب انوه يعني على هالموضوع، ان المراكز هذه يعني انت على سبيل المثال تقدمت جوازك في مركز الشاميه تستلمه في مدرسه الجزائر، يعني لا يصير في خلط في الموضوع. اذا يعني للايضاح فقط عميد يوسف، يعني كل من يقوم بمعاملة جواز في أي من المراكز المخصصة لاستلام الوثائق الخاصة بالمواطنين عليه أن يتوجه فقط لهذه الأماكن التي ذكرت لاستلام الجواز وليس للتقديم على جواز جديد. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، بس لاستلام الجواز فقط. نعم، والمراكز التي تستقبل المواطنين غير معنية بتسليم الجوازات. إذا غير معنية، وهذه المراكز على يعني على عملها المعتاد من الاحد الى يوم الخميس، اسف، من السبت الفتره الصباحيه، والاحد على الفترتين من الصبح والمساء. نعم، عميد يوسف السنين، مدير عام الجنسيه ووثائق السفر، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات.